السلام عليكم. شريت هالحبحب البطيخ الدلاح بالمغربي وغيره من مصري. المهم قلت له توصي شيء وانا جيت بروح. المهم قلت له توصي شيء، قال تكفى ادعلي بالستر. قال ادعلي بالستر، والله تعثرت انا. قلت يا اخي ما يطلب الستر لرجل؟ قلت له الستر يا اخي نعمه الستر. نعمه الستر من اسماء الله ستير. حيي ستير. انا استغرب من اللي قاعدين يفضحون انفسهم. كيف يفضحون انفسهم؟ يعني مثلا المرأة اللي تصور مفاتنها تنشر للعالم، هالولد اللي هو يسمع اغاني يسمع العالم ويجاهر بالمعصية، حتى من غسل مؤمنا وستره ستر الله من العيوب وميت. رسالة لبعض من في هذا الزمن اللي غيروا مفاهيم العالم الإسلامي السابقة اللي كانت تدور الستر ليسوي ذنوب، يتخبى يخاف من كلام الناس، يخشى من الله، يعني يستر نفسه. الآن بعضهم الآن على عينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء، إذا لم تستحي تصنع ما شئت. أعوذ بالله، بعض الناس نزع منها الحياء مرة. الله يصلح ويستر علينا، الله يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة.